من رأس الخيمة، أرض البطولات العربية، من مدينة الشهداء الذين سطروا بدمائهم الطاهرة عهد الولاء والانتماء للوطن، من مقبرة الغاشمين المعتدين ومرمس الجيل القديم، من الرمس الأبية انطلقت حصة محمد البود غرس زايد الخير لتسطع كشمس ممتدة على رمال الجزيرة الحمراء، ومدينة رأس الخيمة العتيقة لتصل إلى حدود مناطق شمل وجلفار وشعم والجير الشامخة، بعد أن تخرجت من جامعة الإمارات ضمن الدفعة الثالثة عام 83، وكان لها السبق في نيل الاهتمام من القائد الفذ رحمة الله عليه في الأخذ بزمام التعليم، لتكون المرأة الإماراتية نموذجا فذا يشار إليه بالبنان، ويحقق الغرس هنا في وزارة التربية والتعليم، حيث تنقلت حصة عبر مدارس مختلفة ومراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال، وتقلدت مناصب تعليمية وإدارية عديدة التقت من خلالها بشرائح مجتمعية مختلفة في الثقافة والوعي والتوجه الفكري والمستوى التعليمي والاجتماعي، فكانت الأم المربية والمعلمة الحانية والمتطوعة والقائدة والمقيمة المعتمدة بوزارة التربية والتعليم لسنوات عدة، وها هي اليوم تتقدم للترشح للمجلس الوطني لتكمل المسيرة، مستهدفة هم المواطن ومعاناته، ومتخذة من شعار صوتك أمانة أمنية يجب تحقيقها للارتقاء بشعب الإمارات وطموحاته، ولتحقيق حلم الوالد المؤسس رحمة الله عليه بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن لا فائدة للمال ما لم يسخر لبناء الإنسان. وبين هذا وذاك كان للتحدي مضمارا تنافسيا نالت من خلاله العديد من الأوسمة والجوائز، وحيث كانت حصة بالأمس المربية والداعمة لجيل غدا اليوم الركيزة الأولى لدولة نافست العالم، متخذة من رؤية قيادتها بأنه شعب لا يرضى إلا بالمركز الأول، فهي تناشد أبناءها اليوم للدعم والمساندة في حملتها الانتخابية لعضوية المجلس الوطني وبرنامجها الذي يستهدف التعليم، بين الواقع والمأمول والضمان الصحي، واقع وطموحات والتقاعد والمعاشات والشؤون الاجتماعية والتوطين. مرشحتكم حصة محمد البوت المري.